دلوقتي بقى يا جماعة وصلت مطار محمد الخامس في كازابلانكا. ادي المظهر قدامي، انا نازل على السلم، ما كانش في اير بريدج المرة دي. الطيارة ايه زي ما انت كده. وصلنا زي ما انتم شايفين يا جماعه كده، انا ما صورتش بقاله فتره طويله.
انا في مطار محمد الخامس في كازابلانكا المغرب، بقالي حوالي 6 ساعات. 6 ساعات يا جماعة، بقالي 6 ساعات في المطار. المفروض ساعة من الطيارة بتاعت نيويورك تيجي، بس هي لسه مجتش. شوية لوك أبديت.